سلام يوتيوب، سمحت في اليوتيوب هادي شحال ما حطيت فيديو بوسكو ولفت الانستغرام وكنت شوية مشغولة كما شفتو في العنوان. راني وليت لاسبانيا، الناس اللي يعرفوني راه على بالهم بلي كنت ديجا عايشة هنا وهوت البلاد، قعدت كالكوزاني وعاودت طلعت. الهجرة لمن استطاع اليه سبيلا. المهم ان شاء الله دوك نسين واللي نحط هنا لي فيديو كسوة تاع لي روسات ولا تاع الخرجات، جولات في المحلات ولا تحويسة ولا لي شوبينغ كما اللي كنت نحط في الانستغرام. مي بويسكو يمشيو على 24 ساعة بقاو في خاطري، سي بوغ سا راني نسجلهم هنا في اليوتيوب باش يقعدوا بوغ دو ان شاء الله. الى ما راكمش ابوني في الانستغرام نرحب بكم، على خاطر تما نحط لي ستوري اليوميات سبونتاني ما فيها لا مونتاج لا والو، ونحط كامل لي ديتاي تاع النهار. الى راكم انتريسي مرحبا بالجميع. نفس الاسم كتبوا غي سميحة تي في بالفرنسيه يخرج لكم، هذاك هو الاول. الوغ المدينه اللي راني نسكن فيها كي اسمها إلتشي، تابعه لاليكانتي، بزاف منكم يعرفوها ودار يفوتوا فيها لي فاكونس. وكي بديت نحط الجوالات هكذا ولات لهم لا ميموار لا نوستالجي ويتفكروا صافي توجور دو بيان. كل مره فين نخرجكم معايا دوك، حتى نخرج على اليكانتي ولا كاين دوتغ فيل اللي يستاهلوا التحواس. اليوم مثلا رحنا ماشيين للسوبر مارشي ميركادونا نشري غير المواد الغذائيه الاساسيه، خاطر فريمون راني في الزيرو. هذه اون سيمان ملي طلعت راني عاده نبدي في الاساسيات. دونك هذا هو السوبر مارشي، اللي يعرفوه يتفرجوا واللي ما يعرفوهش يكتشفوه معايا ان شاء الله. الا كاش نهار وطلعتوا ولا فاكونس ولا تكونوا بعدا اوموا عندكم اون باز. نتمنى تعجبكم هاد لا نوسيون تاع لي فيديو. يلا نبداو مع بعض. شوفوا هنا في الدخله حاطين لي كونسيرف تاع الخضر، مصبرات تاع الخضر، هذا فلفل احمر مشوي ومنقي ومقطع قطع، هذا زروديه وبيتراف حتى هما طايبين، خطر كاتبين كوسيدو معناتها طايب. هذا الفلفل في لي بواط، وهادو لي زارتيشو ماشي بنان كامل بتاتا. لا بليبار انا في رمضان دي فوا كي الواحد يكون حاصل ولا يشريهم، مي ماشي تاع ماكله يوميه على خاطر فيهم المواد الحافظه. هادو الحوت سوفيد لي كروفات ولي مول ولا بولب بالعربيه ما عرفتش، الله غالب غير سمحوا لي. هذا الببوش تاني طايب ومعمر في لي بواط، شوفوا شحال 3.10 اورو. هنا هذه من جهه الحوت الفخي راه شويه غالي هاد الايام بويسكو الفتره تاع الكريسماس يكونسوميو بزاف الحوت، سي بوكسا يطلع في الثمن. الحاجه اللي راها 10 اورو تولي في الايام العاديه ب 5 اورو ولا 4 اورو. هذه هنا من جهه العجائن لي بات وسباغيتي والشربة، كاين على الأنواع وعلى الأشكال. هذا سباغيتي تاع 1 كيلو، لو بخي راه تما أفيشي. المهم شوفوا لو بخي وشوفوا السلعة، إلا ما ذكرتهولكمش راه يبان. هادو هنا العجائن مخدومين بالطحالب فيجيتال نباتية راهم كاتبينها، وكاين اللي مخدومين بلا بودغ تاع اللونتي الأحمر، وهادو كومبلي كاملة لا فارين كاملة. وهادو لي نودلز تاع الرز مخدومين بلا فارين تاع الرز، يصلحوا في لي بلا ازياتيك. كاش نهار نحضر لكم بهم لي روسات. هنا من جهة الرز انا كان خاصني الرز جوستومون، شريت داك النهار وما عجبنيش، بيض تعجن لي مام مقلي في الزيت وكل شيء وتعجن لي. دونك راني نفتش على واحد يكون مفور كما تاع البلاد. هذا انتجرال معناتها كامل، انتجرال هو الكامل، وهذا بسمتي وانا ما يعجبنيش البسمتي كلها والذوق تاعه انا والله ما يعجبني. ها هو ده المفور اللي راني نفتش عليه، هذه نرفد وحده. هذا يساعد غايه الغايه في الطياب ويجي مفرز كل حبه بوحدها، ولو بري ان هو 15 باربول بسمتي دو 20.
وانا اليوم كثر جيت على لي زيبيس خاطر ديجا ميركادونا معروفه بلي زيبيس فيها تنوع ومام لو بري تاعهم طايح كما اللي راكم تشوفوا. كاين فلفل احمر، كاين القرفه، كاين الفلفل الاحمر ماشي مطحون، كاين الحار، كاين الزنجبيل، كاين الثوم اون بودغ، اسم الاخر هذا الهيل، كاين مطحون وماشي مطحون، هذا الزعفران. انا رفدت الزعتره والمعدنوس ناشف والاعشاب المنسمه لي زارب دو بروفانس نحتاجهم بزاف في الطياب، سينو التوابل الاخرين راني شريتهم على المجزره تاع المغاربه يعطيونا اون تري بون كونتيتي. هذا الصنوبر حتى هو في هذا العلب، وهادو منا لي زيبيس صحاح ماشي مطحونين، وكل واحد يرفد اللي يحتاج. هذه هنا جهه البيض حتى هو هنا العربي راه يوري لكم باللي بلي طاي، هذا لا طاي ال وكل وحده ولو بري تاعها، وهذا منا لا طاي اكس ال، والاخر منا لا طاي ام، وكاين اس باش كل وحده ترفد اللي خاصها. دي فوا كاين لي غوسات اللي نحتاجو لهم لا طاي الكبيره، وكاين اللي نحتاجو لهم الصغيره. هذا تاع لا فيرم اللي مكتوب فيه كام بيراس، وهذا تاع السمان البيض الصغير. انا جامي في حياتي ولا ذقت هذا البيض، مانيش عارفه بالك كاش نهار دوك نشريه. وهذا البيض طايب غير نقشروه وناكلو. هنا هذه من جهه لي صوص، هذه لا صوص كاتشب لا مارك تاع ميركادونا، هذيك اسيندادو لي بري تاعها يكونوا شويه رخاص بارابور لي مارك الاخرين اللي جايبينهم. هذاك البصل مقلي هذاك اللي راه يوريه لكم، وهادو منا دي صوص مختلفين الاذواق. مثلا هذيك لاصوص اللي راهم كاتبين فيها نوفيدات، هذيك معناها حاجه جديده، سلعه جديده اللي دخلوها ريسامون، هذه نوفيدات. هذيك لاصوص مخدومه بلوغو تاع لي كروفات، كاين اللي تتعصر وكاين اللي ديراكتومون في القرعه. ومعاهم في نفس الغيون كما اللي راكم تشوفوا كامل انواع الصلصات، ومن جهتهم عاود كاين لي فروماج حتى هو بالانواع والاشكال. اليوم نوري لكم غير نظره عامه اون جينيرال باش تشوفوا، ومره اخرى نعاود نديطاي لكم شاك برودوي واسم فيه وباش مخدوم واسكو حلال ولا ما نجموش ناكلوه على حساب المواد اللي مدخلينهم فيه، ونعطيكم اسماء المواد اللي ما ناكلوهاش حنا كمسلمين بالاسبانيه، ولي كود اللي حطوهم تانيك اللي فيهم لا جيلاتين انيمال وفيهم لا بيكتين انيمال وفيهم الخامون. الخامون هو الحلوف حشاكم. دونك ان شاء الله لا بروشين فوا دوك نديطاي لكم بشاك ارتيكل وبوحده. لو فروماج انا المفضل عندي واللي لا يعلى عليه هو الغرويير، ما نتخيلش ناكل ان فروماج ويعجبني اكثر من الغرويير، وكاين بزاف اللي كيفيني عارفه. هذا فروماج تاع الطلي، طلي ولا الطلاق ليسونسييل، واللي نستخدموه ثاني في تشيز كيك، كاين اللي فيه الملوحه وكاين اللي ما فيهش، ولي مارك مبدلين. وهذا البغي، هذا اللي راه يخرب فيه العربي البغي، كما نوع من انواع الكامونبير. سمكت نهضر لكم على الفخوماج، وهذا لو فخوماج بلو هذا تاع الدنمارك الجبن الازرق ثاني يعجبني، بصح ماشي كما ماشي كما الكويا. هنا هذا الجبن المبشور ثاني فيه الانواع، كاين كات فخوماج كما راكم تشوفوا، كيسوس هما لي فخوماج كواترو كيسوس كات فخوماج. وهذه هنا لي زونشوا، لي زونشوا احنا عارفين باللي الثمن تاعهم طالع شويه بويسكو يستعملوهم في لي غوسات لوكسيوز اونتر بارونتيز. كما اللي راكم تشوفوا ثاني فيها بزاف تاع الانواع وبزاف تاع لي غاس. هذه لا بواط اللي راه رافدها فيها غير حبه وحده، لو بري تاعها 95 سنتيم، حبه وحده مغلفينها وتالمون لي سي ان برودوي دو لوكس. هنا عاود الصومو سوفيد حتى هو راه طالع شويه بويسكو هادو ليام تاع الكريسماس راهم شويه مطلعين في الحوت وفي المواد كامل اللي يستعملوهم. هادو منا لياوغ غير من جهه الفخوماج بويسكو حتى هي مواد تاع الحليب،
الياغورت هادو ابواغ سائله كما اللي شفتو كاتبين فيهم زيرو، سافدير ما فيهمش السكر، وكاين اللي ما فيهمش المواد الدسمه، كاين اللي ما فيهمش الجلوتين، كاين اللي ما فيهمش لابيكتين، كاين اللي ما فيه، كل واحد وكيفاش التركيبات تاع المواد اللي فيهم، وكلها ويرفد اللي تحتاجه العائله تاعه. كاين لي سبيسيال ريجيم، وكاين اللي ياكلو معليش الا كانت شوفوا كثر راها زيرو منا، سافدير الناس راهم يهتموا بزاف بالمكونات اللي ياكلوهم. هذه هنا من جهه الشوكولا حتى هي كما شفتوا فيها كاين اللي فيها زيرو سكر، وكاين هذيك نواغ اللي كاين اللي تعجبهم. انا شويه النواغ تجيني مره بارابور كي شغل كي ناكل شيكولا نستنى حاجه حلوه، مي هذيك لانواغ مره، مي كاين اللي تعجبهم. انا امي واختي يموتوا عليها، تحيه ليهم من هذا المنبر. هنا هادو لي بوكس تانيك تاع الشوكولا يصلحوا كوم دي كادو في هاد الايام، ويصلحوا تانيك للملاكات والحراس كما نعرفوا حنا في البلاد. انا يعجبوني هاد لي بول شوكولاتي هادو، نموت عليهم، يعجبوني بزاف سورتو اللي فيهم لداخل لي كاكاوات. هنا من جهه لي كونفيتور، وشفت هذه لا كريم ما كانش كاينه جديده، سي اون نوفوتي، وما فيهاش المواد اللي ما ناكلوهاش حنا اللي فيها الخنزير ولا لا جيلاتين انيمال. هنا هذا كابيو دي انخيل، هذا معروف هنا يخدموا به المخبوزات. هادو لي كونفيتور مشبوه فيهم خاطر كاتبين بيكتينا، وكي يكتبوا غير بيكتينا سافدير انيمال، ما تكونش نباتيه. لي غو تاع لي كونفيتور كاين على كل طباع، مام تاع التوت البري، مام تاع لي فرامبواز، كلشي كل طباع. وثاني كاين لي الشوكولا تاع الطلي بكل انواعها وبكل لي مارك. وهنا من جهة العسل كاين الحرة، كاين اللي مخدومة اصطناعية، وهادو منا مستلزمات الحلويات. هادي لابات داموند، وحتى هي صالحة للأكل للمسلمين باغسكو ما فيها حتى مواد مشبوهة، فيها غير اللوز مطحون ومن بعد مشكل. بنينة بزاف، أنا ما شريتهاش اليوم، مي كاش نهار إن شاء الله راني نشريها ونحلها لكم باش تشوفوها. ومن جهتها كاين هادو انواع تاع النوغا طوراني يعيطوا لهم، كاين اللي مخدومه بلي نوازات، كاين اللي مخدومه بلي كاكاوات، كاين اللي باللوز، كاين اللي بلي فخوي كونفي، كل وحده وكيفاش على الطباع كما اللي راكم تشوفوا. وهذه سبيسياليتي اسبانيول في مدينه خيخونا، كاينه لا سيوداد تاعها، الا مشيت راني نعاود نصورها لكم باش تكتشفوها. شوفوا كل الانواع، سورتو في هاد لا بيريود اللي رحنا فيها، كامل الانواع تاع الحلاوات والشيكولات يخرجوا في هاد لا بيريود. هادي هنا من جهه لي سيريال، اني ماشي نوري لكم، هادي النخاله، هاد شكار الموف، هادي نخاله، انا نرفد وحده باسكو نقرص بها الخبز تجي توب دي توب، ومام لداخل نرمي فيها ملعقتين ولا تاع نخاله مع لا فارين بلونش بيان سور باش تجي صحيه اكثر. الوصفه تاع الخبز راني ديجا حطيتها هنا في لاشان، وراني حطيتها في الانستغرام، اي سينو الا عاودت عجنت راني نصور لكم ونبارطاجي معكم الخبز تانيك بكل الانواع. شوفوا هنا هادو المويسلي والجرانولا، المهم هادو صوالح تاع فطور الصباح، حنا فطور الصباح قهوه وحليب وخبز بكونفيتور. كل بلاد وعندها لا كولتور تاعها في الماكلة سورتو. هادو لي فلوكون دافوان ولا رقائق الشوفان، حتى هما فيهم وصفات متنوعة، دوك غير بشوية ونبارطاجي معكم كل شيء ان شاء الله. الوغ صاي حنا كملنا المشتريات تاعنا على حساب الاحتياجات تاعنا، هنا رحنا نفوتو في لاكاس دوك نخلصو ونخرجو. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم، شوية طويلة راني عارفة، مي غير كي فيها هذيك المقدمه على على الهجره وعلى على حسب العنوان اللي حطيت لكم باش تكونوا عارفين لي ديتاي.
وإلا عجبتكم التحويسة خليو لي جام صغير يفرحني، هذا ما كان با بلوس، غير نفرح به وصاي ويشجعني باش نزيد نصور لكم ونمونتي لكم ونحط لكم لي فيديو نو سيغاس كو بوغ لو بليزير داكور. اي نتلاقاو في فيديو واحد اخرى ان شاء الله.